لجامعة سيدي محمد بن عبد الله يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجهة من حيث طاقته الاستيعابية وهندسته المعمارية وتجهيزاته العصرية وملحقاته الخدماتية. عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. جاء افتتاح المركز الجديد للندوات والتكوين التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله ليعزز الدور العلمي والإشعاعي الذي تلعبه هذه المؤسسة الجامعية العتيدة على المستوى الجهوي والوطني. حدث جاء حفل افتتاحه بمحاضرة لواحد من أعلام الفكر والثقافة بالمملكة الدكتور عبد الحق المريني مؤرخ المملكة. افتتاح هذا الصرح العلمي الأكاديمي اللي هو من جيل جديد للمؤسسات الجامعية في إطار انفتاح الجامعة على محيطها، وكنهني بالمناسبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله اللي توفرت على هذا الفضاء الأكاديمي والعلمي اللي غادي ينعكس إيجابيا على الفضاء الثقافي والعلمي والأكاديمي بجهة فاس وكناس. أهمية هذا المركز هو في كونه مركزا سيمكن الجامعة من استقبال مؤتمرات دولية وطنية كبيرة، وسيمكن كذلك الجامعة من التكوين المستمر لجميع أطرها وباحثيها. حفل افتتاح مركز الندوات والتكوين شكل مناسبة لاستعراض ما حققته جامعة سيدي محمد بن عبد الله على المستوى العلمي والإشعاعي والتكويني بمختلف مؤسساتها. هذا المركز هو واحد المؤسسة اللي في شراكة مع جميع المؤسسات ديال جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وغادي تكون مخصصة بالتكوين المستمر. ملي كنقول تكون مستمر وتكون موجه لجميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ديال جهة فاس مكناس. الحفل تميز بتقديم تذكار من جامعة سيدي محمد بن عبد الله للدكتور عبد الحق المريني مؤرخ المملكة، وكذا توشيح عدد من أطر التعليم العالي بالعاصمة العلمية بأوسمة ملكية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تقديرا لما قدموه من أعمال جليلة وخدمات للجامعة. كما تم أيضا تكريم عدد من المتقاعدين.